هنا الخطوات يا جماعة بقى اللي انا بنفذها عند الريد ورايت. طبعا اما بقول اللي انا، مش انا شخصيا محمد ولا انت حضرتك كيوزر او كبروجرامر، لا، دي اللي بيحصل بالظبط في الداتابيز مانجمنت سيستم اما بنيجي نعمل ريد او رايت. وخلي بالكم الخطوات دي مهمة وبتطلب في الامتحان. الريد ايتم اكس اوبريشن بتتم ازاي؟ عندي 3 ستيبس، 3 خطوات. اول خطوه ان هو فايند ذا ادريس اوف ذا ديسك بلوك ذات كونتينز الايتم اكس. وهنا بقى اللي انا كنت بقول لكم عليها، البلوك ده انا هتكلم عليه بالتفصيل. يا جماعه الخير، الداتابيز بنخزنها على الديسك. الديسك ده يا جماعه مقسم الى مساحات تخزينيه كده متساويه بنسميها بلوكس. سميها ايه بقى؟ بلوكس. يبقى كل مساحة تخزينية موجودة على الديسك بنسميها بلوك. تقدر تقولي كده وحدة التخزين على الديسك اسمها بلوك. فهتلاقي ده مثلا البلوك رقم 1، ادي البلوك رقم 2، البلوك رقم 3 4 5 6 وهكذا. البلوك ده ليه سايز، والسايز ده سايز ثابت، مفيش بلوك اكبر من التاني، خلي بالك. فهنفترض انا وانت فرضا كده ان البلوك سايز بتاعنا 250 كيلو بايت مثلا، وعندي الرو او الريكورد الواحد السايز بتاعه مثلا 25 كيلو بايت. يبقى بقسمة بسيطة كده هنعرف ان البلوك الواحد بيشيل كام ريكورد؟ ها؟ بيشيل كام؟ 10، صح؟ بيشيل 10 ريكورد. 250 كيلو اما تقسميهم على ال 25، يبقى اذا البلوك الواحد يقدر يشيل لحد 10 ريكورد. يبقى انا متوقع الاقي كل بلوك من البلوكس دي انا مستخدمه في تخزين الداتابيز يحتوي على 10 ريكورد. طيب البلوك ده مميز ازاي مع في الديسك ده كله اللي مليان ملايين البلوكس؟ كل بلوك من دول ليه ادرس. الادرس هو العنوان المميز لكل بلوك من البلوكس دي. زي ما انت تروحي كده فندق والناس ساكنه في الفندق ده، انت لو عاوزه حد معين لازم تكوني عارفه رقم الغرفه بتاعته، امال هنجيبه لك ازاي؟ فنفس الكلام هنا، انا عشان اوصل لي ايتم معين او اقرا ريكورد معين لازم اكون عارف هو متخزن في اي بلوك. طب وانا البلوك هعرفه ازاي؟ بعرفه بالادرس بتاعه. عشان كده قال لك اول حاجه حددي لي الادرس او هوجد الادرس بتاع البلوك اللي يحتوي على الايتم بتاعي. طبعا هنشوف بعدين بقى ان في حاجه اسمها اندكس هي اللي بتعرفني الادرس بتاع البلوك اللي انا عاوزه. فانا خلاص عرفت ان الايتم بتاعي اللي انا عاوز اقراه موجود مثلا في البلوك رقم 4، فانا توجهت دلوقتي للبلوك رقم 4. الخطوه الثانيه كوبي ذا ديسك بلوك انتو ا بافر ان مين ميموري. يعني ايه بقى؟ هو احنا اتفقنا انا وانت قبل كده، والكلام ده انت خدتيه زمان خالص في انترودكشن تو كمبيوتر اما دخلت الكليه في الاول، ان البروجرام ما بيجي يشتغل بيحمل الديتا بتاعته في الميموري. طبعا ليه؟ لان الميموري هي الاسرع في الشغل. الديسك يا جماعه مشكلته البطء، الديسك او السكندري ستورج بصفه عامه مشكلتها ان هي بطيئه. فعشان اعرف اشتغل لازم انقل الداتا دي من الديسك واحطها في الميموري. المكان اللي انا بخزن فيه هذا البلوك في الميموري بنسميه بافر. بنسميه ايه بقى؟ بافر. يبقى الديسك بلوك على الديسك مقابله في الميموري مساحة اسمها بافر. طيب السؤال، انت خدت كوبي من البلوك كله، خلي بالك انت ما خدناش كوبي من الايتم اللي اسمه اكس بس. يعني الايتم اللي اسمه اكس ده ممكن يكون ريكورد من ضمن عشرات الريكوردز اللي موجوده في هذا البلوك. بس نخلي بالكم انا لما باجي بنقل البلوك كامل،
طبعا ليه؟ عشان يقول لك لسه هو عاده ادم اشتغل على الريكورد الاولاني ده، ممكن يحتاج الريكورد اللي بعده او الريكورد اللي قبله، فبدل ما كل شويه اروح على الديسك وده بياخد تايم، لا انا هنقل البلوك كامل. فبينقل البلوك كامل من الديسك الى الميموري، وبالتحديد في البفر المخصصه لذلك. طيب الخطوه الثالثه، انا دلوقتي جبت لك البلوك كامل، بس انت مش عاوز تشتغل على البلوك كامل، انت عاوز تشتغل على الايتم بتاعك بس اللي اسمه اكس ده. فالخطوه الثالثه بقى هتنقل او هتاخد كوبي من الاكس دي، هتخرجيها من البفر الى فاريبل خاص بيكي اسمه اكس. يبقى انت جبتي البلوك كامل لكن انت مش محتاجاه كله، انت عاوز الايتم اللي اسمه اكس عشان تشتغل عليه، فهتاخدي نسخه من الاكس من البفر الى فاريبل خاص بيكي وتشتغلي عليه بقيه الترانزاكشن. ها الخطوات دي واضحه ولا مش واضحه؟ هقولهم تاني، انا هقولهم تاني بسرعه، وانتوا لو في حد مش لو حد عنده مشكله يقول لي. انا دلوقتي عاوز اعمل ايه؟ انا اللي عاوزه انقل، عاوز اقرا ايتم وليكن اسمه اكس. اكس ده عشان اوصل له لازم اكون عارف البلوك اللي هو مخزن فيه، فانا وجدت الادرس بتاع الديسك بلوك اللي كونتينز الايتم اكس. اوكي الخطوه الثانيه، اما رحت عند البلوك عشان اشتغل عليه، ما ينفعش اشتغل عليه هنا على الديسك، فبناخده نسخه، بناخد كوبي من الديسك من الديسك بلوك الى الميموري في مساحه اسمها البفر. دلوقتي انت نقلت لي البلوك كامل وفي داتا كتير، انا مش عاوز الداتا الكتير دي، انا عاوز اشتغل على الاكس بس. خلاص خد نسخه من الداتا ايتم بتاعك اللي اسمه اكس وحطه في فاريبل اسمه اكس واشتغل عليه. يبقى دي الخطوات بتاعه الريد. طيب امال الرايت هتتم ازاي؟ الرايت الخطوتين الاولانيين نفس الكلام، فايند ذا ادرس اوف ذا ديسك بلوك، عارفينها دي، قلناها دي خلاص عارفينها. عشان نوصل للايتم فلازم نشوف الادرس بتاعه او الادرس بتاع البلوك اللي هو مخزن فيه. اوكي الخطوه الثانيه كوبي ذات ديسك بلوك انتو بافر، نفس الكلام، انسخ الديسك بلوك ده الى البافر. بس انا عاوزكم بقى تاخدوا بالكم اللي مكتوب بين الاقواس دي، شايفه الاقواس دي مكتوب فيها ايه؟ If that disk block is not already in some main memory buffer. يعني ايه بقى؟ يعني انت ما تروحش تنسخ من الديسك بلوك هو already موجود عندك في الميموري. ممكن يكون في ترانزاكشن قبليك او حتى بروجرام اخر كان واخد نسخه من نفس الديسك بلوك وحطه في الميموري. ف ادام هو اوريدي موجود عندك في الميموري فمش لازم ولا طبعا يعني يعتبر من العقل ان انت تروح تقراه تاني، خلاص استخدم اللي موجود عندك في الميموري. طبعا ده توفيرا برضو للتايم. طيب الخطوه الثالثه، ونخلي بالنا بقى هو هنا الاختلاف الكبير بقى، كوبي الايتم اكس، شوفي بقى منين، فروم ذا بروجرام فاريبل into the correct location in the buffer. شايف هنا العملية عكسية، خلي بالك معايا بقى، انت دلوقتي اهو دي الميموري ادي البفر اهي، واحنا عملنا ايه دلوقتي؟ عملنا كنا في الخطوة بتاعت الريد واخدين نسخة من الاكس حاطينه في الفاريابل ده، الفاريبل اللي اسمه اكس، صح؟ مش ده اللي عملناه ولا لا؟ واخدين بالكم معايا؟ ده اللي احنا كنا عاملينه فين؟ في الريد. طب دلوقتي بقى انا حدثت الفاريبل اللي اسمه اكس، الاكس ده هنفترض انا وانت فرضا كده انه كان فيه خمسه، وانا عملت عليه عمليات فوصلته ل 20. فدلوقتي القيمه المحدثه موجوده في الفاريبل اللي اسمه اكس، فانا هعمل كوبي باك، هاخد الفاريبل اللي اسمه اكس اعمل له كوبي واروح مرجعه تاني الى البفر. يبقى انا حدثت دلوقتي البفر اللي موجوده عندي في الميموري باخر تحديث. طيب السؤال برضو بقى وعاوزكم تجاوبوا عليه، السؤال
هل دلوقتي الداتا بيز حست بهذا التغيير ولا لا؟ ولا لا؟ لا. الله ينور عليكم، لان الشغل كله فين دلوقتي؟ في الميموري. طيب ايوه، انا دلوقتي الداتا بيز موجوده هنا على الديسك، يبقى الخطوه الرابعه بقى المتوقعه ايه؟ ها، ان انا انسخ، صح؟ ها، انسخ البلوك، صح، تاني من الميموري، واروح اسجله فين تاني بقى؟ على الديسك، صح؟ اهو ستور ذا ابديتد بلوك، البلوك اللي حصل له ابديت ده اعمل له ستور من البافر باك، شايفه باك تو الديسك، رجعه تاني الى الديسك. طبعا بقى هنشوف احنا قدام شويه هل هو هترجع مباشره ولا مش مباشره في نفس اللحظه ولا لا، ده كلام بعدين، لكن احنا عاوزين نتكلم بصفه عامه. ادي الخطوات الاساسيه، يبقى هي خطوات منطقيه جدا. اقرا، يبقى هتروح تقرا من الديسك بلوك، تجيبه لي تاخد منه نسخه تحطه لي في الميموري، وبعدين يا سيدي خد اللي انت عاوزه حطه في الفاريبل المعين واشتغل عليه. خلصت، عاوز تعمل تحديث، يبقى بمنطق تعدل او تحدث في البفر، وبعد كده تروح تنقلها مباشره الى الديسك. اوكي، ادي الخطوات اللي احنا هنتبعها عشان نعمل ريد او رايت. طبعا اما بقول احنا، مش انا ولا حضرتك، ده اللي يشتغل عليه الداتا بيز مانجمنت سيستم، هو اللي بيعمل الكلام ده. اوكي، المنظر اللي قدامكم ده يا جماعه دي ترانزاكشنز، ده شكل الترانزاكشن لما بنيجي نكتبها. طبعا برضو اما بنيجي نكتبها مش ده الكود اللي بيتنفذ، ده هو الراجل، دي طريقه للشرح بتاع الترانزاكشن. فعندي مثلا الترانزاكشن رقم واحد، وعاوزكم بقى المفروض بقى انتوا بتقولوا ان فهمنا، تتناقشوا معايا في الجزء ده. هنا الترانزاكشن رقم واحد عمل تريد للايتم اللي اسمه اكس، ماشي؟ الخطوه دي اللي هي اكس بتساوي اكس ماينس ان، جت منين دي؟ تفتكري دي ايه بالظبط؟ اقول لك انا، وبعد كده انت ساعديني في الباقي. مش احنا اتفقنا ان انا لما بعمل ريد للايتم اللي اسمه اكس باخد نسخه من الايتم وبخزنها في فاريبل بنفس الاسم، حصل ولا ما حصلش؟ ها، قلنا يبقى اهو الايتم اللي اسمه اكس لما قريناه من الداتابيز حطيناه في فاريبل اسمه اكس، وبعدين عدلنا في الفاريبل اللي اسمه اكس، فقلنا الاكس بتساوي اكس ماينس ان. يبقى مثلا لو الاكس دي كانت ب 10 وانا قريتها وحطيتها في الفاريبل ده، وهفترض انا وانتي ان الان دي قيمتها 2، يبقى بعد الخطوه دي اكس بتساوي 10 ناقص 2، يبقى الاكس بتساوي كام دلوقتي؟ 8، صح؟ السؤال بقى قبل ما اكمل اي حاجه، لو واحد في اللحظه دي دلوقتي راح قرا الاكس من الداتابيز هيقراها كام؟ 10 ولا 8؟ الله ينور عليكم، الله ينور عليكم. ليه بقى؟ لان لحد دلوقتي الداتابيز ما تعرفش حاجه عن الكلام ده، انت قريت ورحت في الميموري واشتغلت وخلاص، ما اعرفش عنك حاجه. فالخطوة التانية بقى، لو انت عاوز التغيير اللي انت عملته ده يبان في الداتابيز، يبقى لازم تنفذ مين؟ ها؟ الرايت. يبقى بعد ما عملت رايت بالفعل دلوقتي الداتابيز بقت القيمة اللي مخزنة فيها 8، يبقى اي شخص حالا هيتعامل مع الداتابيز هيقرأ الاكس ب8. اوكي، نفس الخطوات عملها تاني مع الايتم اللي اسمه واي، ارى الايتم اللي اسمه واي، خزنه في فاريبل بنفس الاسم، عمل عليه تحديث ان هو زود عليه قيمه ان عشان يسمع بالتحديث ده في الداتابيز، فعمل رايت.